بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي طلاب برايمري 6، كنا وقفنا في الفيديو اللي فات واتكلمنا عن تعريف الماس وافتكرنا هو ايه، واتكلمنا عن صفات الماس وقلنا ان الصفات دي مهمة جدا، ومن اهم الصفات المهمة اللي احنا خدناها ان الماس doesn't change whatever its place، يعني مهما اتغير مكان الاوبجكت اللي انا بتعامل بيه الماس بتاعته بتكون ثابتة. رحت بيه القمر، رحت بيه كوكب الارض، ايا كان الكوكب اللي بروح بيه، فقلنا ان الماس دي ثابته، اتس فيكسد فاليو، دي معلومه مهمه جدا. واتكلمنا عن اليونتس بتاعه الماس وقلنا ان احنا معانا 3 يونتس، جرام فور سمول ماسس والكيلو جرام فور بيج ماسس. سمول ماسس زي ايه؟ زي مثلا الجولد السيلفر، والكيلو جرام فور بيج ماسس للفيجيتابلز للفروتس للفواكه يعني والخضروات بنستخدم الكيلو جرام، وبالنسبه للفيري بيج ماسس بنستخدم الطن. وقلنا ان في علاقه ما بين الجرام والكيلو جرام والطن، لان 1 كيلو جرام equals 1000 جرامز، 1 كيلو جرام equal 1000 جرامز. وقلنا لو عايزين نحول، لو هو جايب لي مثلا مساله وجايب لي بيقول لي انا عايزك المساله مكتوبه قدامي بالكيلو جرام، لو انا عايز احولها للجرام بضرب الرقم اللي هو بالكيلو جرام دوت اعمله تايمز 1000، اوكي كده انا بجيبه بالجرام. طب لو العكس، لو انا الرقم عندي في المسألة بالجرام وانا عايز احوله للكيلو جرام، يبقى الرقم اللي عندي اللي بالجرام دوت اعمله divided 1000، كده انا حولته لكيلو جرام. طيب بعد كده قلنا ان ال 1 ton equals 1000 kilograms، وبعد كده قلنا ان معانا علشان كده نقرب لك الصورة، لو انا قلت لك ال 1 جرام الماس بتاعته هي تقريبا بتساوي الماس بتاعت مشبك الورق اللي انت شايفه في الصورة ده. طيب وال 1 كيلو جرام تقريبا كده اهو، علشان اقرب الصورة برضو اقول لك هو بيساوي ايه ال 1 كيلو جرام. قال لك هو بيساوي الماس بتاعت 1 لتر of distilled water، يعني 1 لتر من الماء المقطر. ماء مقطر يعني معمول له تنقية شديدة جدا عن طريق ان احنا بخرنا الماء دوت علشان ينقيه من الشوائب، و حصلنا عليه بنقول عليه distilled water. طيب لغاية هنا ان شاء الله يكون الكلام سهل وجميل، وبإذن الله بقية الدرس اسهل كمان. فدلوقتي احنا هنتنقل لنقطة جديدة في درسنا، وهنقول ايه هي الـ measuring devices of mass، يعني اجهزة قياس الماس. طبعا مع تقدم العلم بنبدأ نطور من الاجهزة بتاعت الماس، فهنلاقي كده اهو بيقول لي types of scales are، يعني انواع الموازين كالاتي هتكون ايه. قال لي معانا two arms scale ومعانا one arm scale، يعني معانا موازين بتتكون من دراعين او كفتين زي ما احنا شايفين في الصورة كده اهو هنا، ومعانا موازين بتتكون من arm واحدة او كفة واحدة. طيب نبدأ بال two arms scale. معانا البالانس سكيل، ده اللي هو الكومن بالانس يا حبايبي اللي انتوا اصلا عارفينه وبتشوفوه دايما عند الفكهاني وبتاع الخضار وفي السوق دايما بنشوفه. يبقى البالانس سكيل دوت بيكون بكفتين، وده على فكرة بنوزن بيه البيج ماسس الخضروات والفواكه. طيب معانا كمان طبعا انا لو قلت لك ان احنا عايزين نعرف الكتلة بتاعت رينج، يعني خاتم كده اوف جولد، ونيجي نحطها على البالانس سكيل، طبعا البالانس سكيل مش هيحس بيها لان البالانس سكيل بيعتمد على اتزان بيحصل ما بين اوزان ثابتة مع الراجل لما بتروح له تلاقي كتلة حديد 1 كيلو 2 كيلو لغاية 5 كيلو وفي اكتر، وممكن تلاقيها اقل لغاية ربع كيلو، لكن اقل من ربع كيلو ما عندوش هو حاجة توزن او تحس بالربع كيلو. فعلشان كده العلماء عاملين لنا ايه؟ عاملين لنا sensitive two arms scale اللي انتوا شايفينه بشاور لكم عليه دلوقتي في الشاشة. طيب دوت بيحس بقى بالكتل الصغيرة جدا زي كتلة خاتم ذهب او فضة او مواد كيميائية بنستعملها في المعمل، بنستخدمها بنسب صغيرة جدا طبعا لتفادي الخطورة بتاعتها. طيب يبقى معايا البالانس سكيل دوت فور بيج ماسس، ومعايا السنسيتيف تو ارم سكيل فور سمول ماسس. طيب
لما اتطور بقى العلم عملوا لنا one arm scales، موازين لكن بكفة واحدة. قال لي معانا هنا one arm digital scale اللي انت شايفه بشاور لك عليه ده، دوت هتلاقيه عند بتاع الذهب حاليا، لما بتيجي تدخله وعايز مثلا تشتري خاتم فبتقول له الخاتم دوت الكتلة بتاعته قد ايه، فهيحطه على البان هنا او السكيل بتاعه الميزان، وهيقول لك سي مثلا دول 5 جرامز، فالميزان ده بيحس بالايه، بالسمول ماسس، وبيكتب لي كده ايه الارقام ديجيتال كده قدامي على شاشة كده موجودة في الوان ارم ديجيتال سكيل. طيب بالنسبة بقى للكتل الكبيرة، هل هنفضل بالميزان البالانس سكيل؟ لا، طوروه كمان وعملوا منه نوع احدث اللي هو الوان ارم سكيل ويز بوينتر، عبارة عن ميزان بمؤشر، تمام، وبرضو دوت بنستخدمه للبيج ماسس. يبقى ببساطة كده الاتنين البعاد دول بنستخدمهم للبيج ماسس، والاتنين القريبين دول بنستخدمهم للسمول ماسس. يبقى balance scale one arm scale with pointer for large masses sensitive two arm scale and one arm digital scale for small masses. طبعا الكلام ده انت فهمته معايا يبقى تحفظه لان هيتسأل عليه. بعد كده بيقول لي give reason we must put the balance scale horizontally on a stable shelf. يعني بيقول لك لازم نحط الميزان العادي دوت او المعتاد اللي هو الكومن بالانس على ترابيزه او درج يكون ثابت او مسند يكون ثابت. ليه؟ علشان to avoid any vibration of the balance، لتجنب اي اهتزاز في البالانس، اي اهتزاز اثناء الوزن دوت طبعا هيديني ميزان للكتله بطريقه خاطئه، فلازم يكون في حاله ستيبل كده مستقر ومظبوط بدون اي اهتزازات. فمعايا هنا conclusion بيقول لنا ايه، the mass of any object is equal the total mass of the standard masses which balance with the object. يعني ببساطة ان انا لو رحت للراجل اشتري منه مثلا 2 كيلو طماطم، فهو هيحط الطماطم هنا في الكفة بتاعت البالانس سكيل، تمام، والناحية التانية هيحط كتلة من الحديد ثابتة عند الراجل محددة ب2 كيلو 2 كيلو جرامز. لما يحصل توازن ما بين الكفتين يبقى كده الطماطم اللي موجودة ديت بتساوي كمية الحديد اللي احنا حطيناها هنا اللي هي 2 كيلو. فده معنى الجملة اللي احنا بنقول the mass of any object is equal، يعني كتلة اي مادة بتساوي total mass of the standard masses، يعني بتساوي كتلة الموازين او الكتل الثابتة اللي احنا موجودة عند البياعين وبنشوفها. بعد كده قال لي طيب انا اجيب كتلة بقى، حضرتك بتقولي لما يكون كتلة ايس نقدر نجيبه، طب لما يكون ووتر اجيب الكتلة بتاعتها ازاي، احطها ازاي في الميزان يعني وهي سايبة كده، يعني وهي طبعا احنا عارفين ان الليكويد بيبقى سلايدلي يعني منزلق كده، طب ازاي هنسيطر عليه ونعرف الكتلة بتاعته؟ فببساطة خالص هنجيب ديجيتال سكيل ونجيب كوباية فاضية ونشوف الكوباية ديت الماس بتاعتها قد ايه، وبعد كده انا لقيت الكوباية اهي الماس بتاعتها 100 جرامز. طيب لما صبينا بقى جواها الووتر او الليكويد اللي احنا عايزين نشوف الماس بتاعته، بقت القراية معايا اهي الريدنج 180 جرامز. طيب يبقى انا هسمي الكوباية بس M1 و الكوباية مع الووتر او الليكويد M2. طب انا عايز الليكويد بس اعرف الماس بتاعته، يبقى هنقص الكبير من الصغير M2 minus M1 equals 80 grams. طبعا هنا فكرة سهلة طبعا ان احنا نقدر نقيس الماس بتاعت الليكويدز. فيقول لي هنا give reason there is a relation between the mass and the speed of object. بيقول لي في علاقة ما بين الماس وسرعة الجسم، وده هنعرفه إن شاء الله الإجابة عنه في الفيديو القادم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.